بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تحية زيرة جاوري نو إمار رئيس ما سويسنا إغايفان أوديو يوانيتي وستيتي مار رئيسهم بالحضية ثانيتي وببدأ أتيريم إن شاء الله بخير وعلى خير. طبعا قم بترجمة هذه العبارة التي تحدثت بها باللهجة الريفية التي هي جزء من اللغة الأمازيغية لغة الأم. تحية من أعماق القلب لكل الإخوان والأخوات الذين يتابعونني عبر هذا الأوديو أو الذين سيتابعون عبر هذا الأوديو. أتمنى جميعا أن تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله تعالى. بطبيعة الحال وقبل أن أخوض في بعض الأمور التي أنا ملزم للحديث فيها وللظروف التي فرضت علي أن أقوم بالحديث في هذه الأمور، لا بد لي أن أتوجه بالتحايا إلى كل الأطفال الصغار في الريف وإلى كل نسائه ورجاله وكل الشباب والشابات وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ما فتئوا وهم يؤدون واجبهم النضالي تجاه منطقتهم وتجاه وطنهم. هذا الوطن الذي نبكي عليه الدموع نظرا لأننا نراه في أيدي العصابة الذين ما فتئوا وهم يستنزفون ثرواتهم ويحاصرون أبناء شعبنا الذين يرفضون الاستبداد. هذا الوطن الذي يريدنا البعض أن يجعله وطنا نعيش فيه كالقطيع، لا وطنا يحس فيه المواطن بكرامة. كذلك أحيي عاليا هيئة دفاعنا. حينما أتحدث عن هيئة الدفاع فإنني مهما تحدثت عنها ومهما شكرتها فالشكر حقا لي في حقها. هذه الهيئة التي دافعت علينا من منطلق إيمانها بالواجب الوطني الذي يتمثل في الدفاع عنا، لأنهم يعلمون علم اليقين أننا أبرياء وأن هذه المحاكمات التي تعرضنا لها جميعا هي محاكمة قصرية سياسية عرقية بامتياز، وقد كشفت الأحكام حقيقة القضاء وشعارات الحفاظة التي تدعي استقلاليتها. كما أحيي عاليا الصحافة الحرة. أنتم تعرفون أيها الإخوان والأخوات أن الصحافة الحرة في بلادنا تزج أقلامها أصحاب هذه الأقلام الحرة في السجون، يقذفون بهم في السجون ويحاصرون، تُفق عنهم التهم، تهم باتت مكشوفة ومفضوحة، تهم لا ترتقي إلا للقول بأنها غبية. لماذا غبية؟ لأنكم تابعتم الحمد لله كيف أن الأخ توفيق 20 كيف توفقت له التهم، حتى بتنا نرى اعتقالات في حقه من اتهموا زورا وبهتانا وظلما بأنهم يتاجرون في البشر، ولم نسمع يوما أن يعتقل من يتاجرون في الوطن ويتاجرون في الوطنية ويتاجرون في ثروات بلادنا، مما يؤكد أن هذه الحملة المسعورة التي تنهجها الدولة المغربية في حق أبناء شعبنا يبين مما لا يدع مجال الشك تخبط الدولة في إيجاد حلول ليست ترقيعية وجزئية، بل حلول تصون كرامة المواطن وتحفظ حقه في الحياة. كلنا كنشوف كيف أن الكفاءات تهاجر البلاد لأننا نتجد لها مكان. شو كيف أنه يتم توزيع الكعكة بين من كانوا في الأمس القريب يدعون النضال وقد باعوا ضمائرهم وأنفسهم لثمان بخسة دراهم معدودة. ولا يسعني كذلك إلا أن أشكر عموم أبناء شعبنا في كل ربوع الوطن
هذا الشعب الذي ظل صامدا ثابتا على موقف واحد بخصوص ما يتعلق قضية حراك الريف المجيد، السلم الحضاري الذي أظهر العالم، هذا الحراك الذي فضح وكشف وعر حقيقة شعارات الدولة المغربية الفضالة من قبيل دولة الحق والقانون ومن قبيل دولة حقوق الإنسان. وأنتم رأيتم كلكم كيف أن الدولة المغربية تحاصر شعبا أغزل، شعبا أعتل لا يملك إلا اللسان، فجندت كل وسائلها الخبيثة، وسائل عهدناها منذ القدم، غباء ثم غباء فغباء كما يقول إينشتاين. الغباء هو أن تقوم بفعل شيء مرتين وبنفس الطريقة والأسلوب ثم تنتظر نتائج مختلفة. تابعوا معي أيها الإخوان، كيف أن الدولة المغربية في سنة 1959 قامت بارتكاب مجازر في حق أبناء الريف، في حق أبناء شعبنا، هؤلاء الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة، فاتهموهم بالانفصال وأعلنوا عليهم حربا شرسة، حاصروهم بالله عليكم. وأنا ذا كان على رأس هذه العملية الإجرامية الحسن الثاني لما كان وليا للعهد، في صراعه مع دكان سياسي حزب الاستقلال الذي باع المغرب بأدخل الأثمان في اتفاقية إكس ليفان. اليوم يعود هذا النظام ليقترف نفس ما تم اقترافه في سنة 1959. تخيلوا معي أنهم كانوا يحرقون المحاصيل الزراعية ويقتلون الأطفال وعملوا على بقر بطون الحوامل وحاصروا المنطقة واغتصبوا الرجال، كل هذا لأن أبناء وبنات الريف رفضوا كل الرفض أن يركعوا لأي كان، طالبوا بحقوقهم المشروعة، فلبثقت لهم هذه التهمة، تهمة الانفصال وتهمة التبرد التي ما بدأت النيابة العامة تشهر بها في جلسات المحاكمة لما كانت تحاكمنا الدولة المغربية، واتهمتنا النيابة العامة أمام الملأ بأننا نحمل جينات التبرد. تمردنا مع على من؟ نحن خرجنا من أجل هذا الوطن وسنضحي من أجل هذا الوطن وسنموت من أجل هذا الوطن، ولن نسمح لأي مرتزق أو أي خوان أثيم أن يركب على هذا الوطن، هذا الوطن الذي ضحى عليه أجدادنا وقدموا دروسا في النضال السلمي الحضاري، دروسا كذلك في المقاومة والممانعة ضد الاحتلال الإسباني. تبين للجميع كيف أن تواطؤ المخزن لما استسلم محمد بن عبد الكريم الخطابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه خوفا على أبناء شعبنا، حينما كانت إسبانيا المجزة وهي تقذفنا بالغازات السامة وتقتل الأطفال وتقطع رؤوس أجدادنا. نعم، والصور موجودة، كل من يريد أن يبحث عن هذه الصورة موجودة، حينما كانت تقوم إسبانيا بقطع رؤوس أجدادنا الذين رفضوا الظلم. واليوم الدولة المغربية التي تقول بأنها تدافع عن الريفيين، هذا كله زور وبهتان وظلم، وإلا كيف تفسر تغاضيها على ما اقترفته إسبانيا من جرائم في حق أبناء وبنات الريف؟ لماذا لا تترفع على ملف غازات السامة؟ لأن في ذلك مصلحة بين الدولتين، مصلحة بين الدولتين، إسبانيا تنتقم من مستعمراتها والدولة المغربية تنتقم حفاظا على علاقتها الدبلوماسية. والله نحن نستغرب كل الغرابة هذا التواطؤ المطموح والمكشوف، وكلكم تبعتوا المصدر معروف الجريدة الذي لم أتذكر اسمها، قالت بأن الدولة المغربية خصصت 240 مليار سنتيم من أجل انزلاق حراك الريف، وفشلوا ذلك الشعب من إرادة الله، وإرادة الله لا تقهر أبدا، إرادة الله لا تقهر أبدا، كما قال جدنا رضوان الله تعالى عليه محمد بن عبد الكريم الخطابي مولاي محمد رضي الله عنه وأرضاه، إن الكفاح الحقيقي هو الذي ينبثق من وجدان الشعب ولا يتوقف ولن يتوقف حتى تحقيق النصر. رضي الله عنك وأرضاك أيها المعلم
والأستاذ والفقيه والقاضي، يا مدرسة التحرر، يا قبلة التحرر. من ذلك لا يسعني كذلك إلا أن أشكر كذلك لزيرترا، الجزيرترا الذين أبانوا كذلك عن حبهم لوطنهم. ونحن نتابع رغم أننا نمقت هذه القنوات، قنوات إعلام المنسوخ، قنوات الصف الصحي التي نكون أحيانا مضطرين للمتابعة، فنتعذب نفسيا حين نشاهد هذه القنوات. نتابع كيف أن لزلترا وهي تنشد أناشد البطولة في 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 المقابلات التي تجمعها فيما بينها، أناشد تنم عن وعي متجذر في هؤلاء الشباب والشابات، وعلى رأسهم جمهور الرجاء البيضاوي الذي ما فتئ وهو يعلن تضامنه، وكذلك اتحاد طنجة وتطوان، وكذلك كذلك شباب الريف الحسيمي، وكذلك حسنية أكادير، وما أدراك ما حسنية أكادير، وعديد والعديد من الإزلترا الآخرين الذين ما ظلوا يدافعوا عنا ويرفعون شعارات التي تصبح الخسرة. ولا يسعني هذا الأوديو إلا أن أحيي صمود ساكنة الريف، صمود ساكنة الريف 3 سنوات من الصمود، 3 سنوات الآلة القمعية يواجهون الاختطافات والاعتقالات والمحاكمات، سوريا وتلفيق التهم، كل أجهزة القمعية بمختلف جحافلها تتواجد في الريف، والعديد من المواطنين عبر هذا الوطن الجريح يتساءلون أين الأمن، لماذا تم الاعتداء على هذه الفتاة وتم الاعتداء على هذا الشاب، وهناك اختطافات وكذا. بكل بساطة لأن الأمن الذي يجب أن يتوفر في هذه المدن موجود في الريف ليحاصر هذه المنطقة، ليحاصر هذه المنطقة. تخيلوا معي، دائما ما كنا ننادي برفع ظهير العسكر، وكانوا لا يجرؤون على أن يجيبوننا لأنهم يعرفون أن ظهير العسكر الساري المفعول. الدليل، أنا أجيب لكم دليل، لا أتحدث من فراغ، الدليل قائم، وهو ما يتجلى فيه كون أن الظهير لا يمكن أن يسقط إلا بظهير آخر. أي كما تزعمون أنه لم يعود للمنطقة كريم الحسيمة محاصرة، آتونا يا إخوان، أتونا بدليلكم وقولوا لنا هذا هو الظهير الذي يعتبر عسكريا المنطقة عسكرية. أيها الإخوان، تورط قوات المسلحة الملكية وهي كلها مسرحيات. جبنا من بين ضحايا 7 جنود و6 جنود وعريف، ماذا يفعلون هؤلاء هنا؟ ألبسوهم لباس قوات الأمن حتى لا تنكشف حقيقتهم، والوثيقة موجودة. منطقة عسكرية، لماذا؟ علاش منطقة عسكرية؟ إذا كنتوا كتعتبروا هذه المدينة هذه جزء لا تجزء من الوطن، لماذا تحاصرونها كل هذا الحصار؟ تحاصرونها لأنها تعرفون أن هذه المنطقة تأبى الركوع، لا تريد الركوع، لا تريد أن تنحني للظالمين والمستبدين. ودائما ما كنا نحذر وكنا نقول هيهات هيهات، لكن كنت كتعتبر الأمور أنها مجرد مرحلة وغادي تدوز، وقلنا بأن حراك الريف ما ترهنوش على عامل الزمن، لأن حراك الريف لما خرج الناس إلى الشارع ما خرجوش لأنهم باغي مصالحهم الشخصية، لا، إنما يبتغون مصلحة العامة، مصلحة الريف ومصلحة الوطن بأسره. وللأسف الشديد ظلتوا تهاجموننا، تقذفوننا، تتهموننا بتهم باطلة، لدرجة أنكم اتهمتموننا بالانفصال. هذه التهمة ملفقة دائما، صح الله الأجداد ديالنا اتهمتوها بها باش غتستبحوا المنطقة 1955،
واليوم استرحتوها في 2016 لانه هاد التكاكين السياسيه هاد الاقليه الحكوميه ماشي الاغلبيه، لان الاغلبيه يجب ان تمثل نسبه كبيره من الشعب المغربي، انما هي اقليه التكاكين اللي خرجت بهذه التهمه واتهمت ابناء وبنات الريف بالانفصال. ثم لما خرج ابناء شعبنا في كل روبوت الوطني يعلنون تضامنهم معنا، سارعتهم اي الاقليه المنافقه تقول لا احنا ما قصدناش هذه، لا احنا قصدنا هذه. واليوم المحاكمات بنات على هذه التهمه ديالكم الاقليه، لانه انتم عرفتوا بان الشارع لم يعد يثق فيكم. طبعا اش بقى راه افتتاحيه الدوره التشريعيه الجديده، اول ما ابتدات به هذه الافتتاحيه ايه قرانيه سبحان الله. ملي كنت كنقول لكم سميتو الدكاكين السياسيه، انا ما كنتش كنقولها من فراغ او فقط لرمي رمي رمي سميتو الاتهامات هكا، لا، انما مؤسس كلام مؤسس في تحيه دار الشباب. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وانتهى الكلام. كلشي واضح، كلشي مكشوف، كلشي اونطوس فقطو كذا وكذا، امر عادي جدا عندكم. وكيقولوا لك علاش الزفزافي يقول دكاكين سياسيه؟ انتم دكاكين وحطابات وبومبيرسات، انتم لا تليقون لتكونوا احزاب سياسيه. الاحزاب السياسيه هي التي تنظر الى حال شعوبها، تنظر حال مواطنيها، لك الدافع على حقوق المواطنين، مش الدافع عليها السلطه. ثم ما الغايه وما الجدوى اصلا من الانتخابات والتصويت إذا كانت جميع السلط اجتمعت في مؤسسة واحدة وهي المؤسسة الملكية؟ ملك يسود ويحكم وكتقول لي أجي صوت عليا، رجل صوت عليك أنت، ماذا ستقدم؟ كل شيء يقوم به الملك، وكتقول لي أنا عندي برنامج انتخابي وعندي كذا. هنا هو هذا البرنامج الانتخابي، عمرنا شفنا شي يكون فيكم انتم ماشي برنامج انتخابي. دكان سياسي يصف امين لدكان سياسي اخر ببارون المخدرات، فيرد عليه هذا الاخير بانك انت داعشي وكذا، وهذا امام امراه ومسمع المواطنين والمواطنات. يشفر ديال الحلوه، فضحتوا راسكم على الحلوه، حرا تشوفوا الزرقاوات والحمراوات والخضراوات، سرقتوا الحلوى فتحتوا وعريتوا العالم يضحك عليكم، ومازال بغيتوا نثقوا فيكم نتوما. للاسف الشديد، للاسف الشديد، والخزي والعار، الخزي والعار للخونة والعملاء، للمتملقين الذين يستفيدون من الريع، الذين ظلوا يهاجمون الحراك لغاية في نفس يعقوب. وكل شيء مفضوح وكل شيء مكشوف وكل شيء باين، وما يحتاج شي واحد يجي يقول لنا لا وحقا وحراك حراك كذب. اعترف له العالم، اعترف العالم لأحفاد وأبناء مولاي محمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حق على أقبل هذا رضي الله تعالى أرضاه، وأنا في الفرقة الوطنية كيقولوا لي أنت كترد على واحد الشخص عادي وكذا وكذا. لو أنهم قرأوا دين الله لعرفوا هل يجوز الترضي على غير الصحابة؟ نعم أم لا؟ العلماء الأجلة، أنا كنتكلم على العلماء الأجلة، ما كنهدكش على العلماء السلاطين والفيادق وشميت وكذا وكذا. يقولون بأن الترضي على غير الصحابة هي تدخل في مسألة الدعاء، بل تجد لها سند في القرآن. ما صادق شيء الإسلامي شناهما؟ كتاب السنة إجماع قياس. كاين آية صريحة إذا ما كتبت سورة البينة، الآية 76 فلا تقول إن الذين، تقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك لمن خشي ربه. آية صريحة جدا. أيها الإخوان أيها الأخوات، والله لو لم يكن الأمر الذي دفعني لأبعث لكم بهذا الأوديو لما تحدثت، لأنني لا أريد أن أعطي لبعض الأمور أكثر من قيمة أكثر مما تستحق. اليوم الدولة المغربية ظلت متمسكة بالمقاربة القمعية. هذه المقاربة، مقاربة القمعية التي كلفت وطننا الشيء الكثير،
من الأموال التي تصرفوا ضد الأجهزة الحراك، وهي أموال مدة من تؤدى من طرف ضرائب وجيوب الناس ديال الناس اللي كتدفعها من أجل أن الوطن يزيد القدام، فهي تصرف في المقاربة القمعية ومن أجل نصف الحراك. وهذه كله أمام مرأة واسمع العالم وكل يتابع. الحمد لله، غريب في الأمر أنه حتى هذا الجرم الذي وقع في حق الريف وأبناء وبنات الريف كان بتواطؤ من نصب نفسهم مناديب الله في الأرض. كل علماء لك يقولوا احنا علماء وشيوخ وأئمة وكذا، فكان الله في عون هذا الوطن حين أصبح حين أصبح فيه الإرهابي عالما واللص فقيها والمنافق شيخا، حتى عدنا نرى بعض المنابر التي يصعدون إليها وناس تورطوا في الإرهاب يقذفون الناس. اليوم الباحث كانوا يقولوا هاد المتطرفين وهاد الإرهابيين الباحث كانوا يصفون البطاقة الوطنية بالبطاقة الوثنية، واليوم يصعدون منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المتطرفين. وشتو ذاك الإمام الجاهل الجهول المجهال الجويهلية الذي قرأ خطبته الملعونة وافتتن هذا الوطن وافتتن هذه البلاد، خطبة عرجاء، خطبة ساقطة أخلاقا أخلاقيا وفكريا، وكل ما ورد فيه كان غايته في ذلك إيجاد مدخل للاعتقالات والاختطافات. حتى أن الاختطافات والاعتقالات أنا كانت واردة، لأن الوالي اليعقوبي كان قالها في واحد القناة الفرنسية، قال لهم راكين عندنا 50 واحد، لأن الدولة التي لا تحاور، الدولة التي لا تجعل المواطنين يحسون بالأمن، اللغة ديالها بين شنو هو تصفيات والاغتيالات وكذا. وشتو كيفاش أن يتعرض لمحاولة اغتيال في الناظور، وكيف أن 5 شباب اللي كاينين اللي بنوا في طنجة وهم يهددونني عبر فيديو، وكذلك الطبيب الذي ظهر على إحدى القنوات وهو يتحدث ويسب ويشتم دون تحريك النيابة العامة المصدرة، هذا يهددون. هذا التطرف كيف شيء عشاش أكثر من هذه. والمشكل الغريب في الأمر أن هذا وقع أمام مرأة ومسمع تلك الدولة التي تترجح لدولة حقوق الإنسان. الغريب في الأمر أن حتى الصحافة الصفراء، وإحنا عارفين الصحافة الصفراء من يمولها وكيف تمول وخبرات وكل شيء واضح وكل شيء مكشوف، لأن الصحفي الحر حينما يرفع قلمه أول شيء يفكر فيه هي المهنية، هي المهنية. إلا ما كانش المهنية ما عندك والو، واستحضار مصلحة الوطن. لكن هؤلاء هؤلاء يكتبون خدمة لمن يدفعونهم ويدفعون لهم. طيب غادي نجي لواحد المسألة اللي هي مهمة. لما تقدمنا نحن معتقلي حراك الريف المجيد على مستوى سجن الذل والعار راس الماء بخصوص موقف إسقاط الجنسية وخلع البيعة، لم يكن هذا الموقف موقفا عبثيا، وإنما كان مؤسس إسقاط الجنسية قولها ودائما وسأظل الله قولها، طالما أن الدولة التي لا تصون كرامة المواطن ولا تحفظ حقوقه لا يشرفني أن أحمل جنسيتها. فالجنسية هي مجرد وثائق، قانونيا هي مجرد وثائق تحفظ وتصون حقوق المواطن. أنا الدولة هذه ما صارت ليش حقوق ديالي وما صارت ليش الكرامة ديالي، لذلك عشان ديال الجنسية. أما الوطن فإنني أنتمي إليه رغم حقد الحاقدين وكره المنافقين. هذا الوطن وطني، هذا الوطن وطني. أما خلع البيعة، نحن تعرضنا لأبشع المعاملات، تعذيب، قضية التعذيب أيها الإخوان. تخيلوا معي أنهم لما قاموا بمداهمة المنزل وأشبعوني ضربا وركلا ولسفا وبصقا، أسقطوني على الأرض، خلعوا ملابسي، فأخرجوا بلا ما نقول، بدأوا يتبولون علي على وجهي وعلى جسدي كله، دو كيقولوا عليا وكيقولوا لي قول عاش الملك يا وجه قاف بلا ما نقولها،
يرددون عاش الملك سقط الفتان. هذا كله أمام مسمع ومرأة مسؤولين كذا. هذه كله أمور كما قلت لكم حدثت وهي موثقة بكاميراتهم. والاغتصاب، أنا على الأرض سقف على الأرض المنود عندي اللور وهبطوا لي السروال وكيخشيوا لي العصا اللور، وفيه من أخرج قضيبه وكيجي يحكوا لي على الوجه وكيجوني من اللور. شي أمور اللي ما خصنيش نقولها. علاش؟ لأنني ما بغيش أنني الناس نمرضها نفسيا، ولكن الأمور هي اللي دفعتني أنني نقول هاد الهضرة هادي. أمور أخرى خاصة، أمور يعني إلا جيت نتحدث على التعذيب راه ما غنسكتش. لذلك خرجت بعض الضباع من جحورها، إسقاط الجنسية، إسقاط الجنسية. على شحال من وزير عندكم عنده دوبل ناسيوناليتي؟ شنو اللي خلاه يمشي يهز ناسيوناليتي أخرى؟ نتحداكم ديروا الاستفتاء دابا، تخيروا الناس بين أن يبقوا على جنسيتهم المغربية وبين أن يأخذوا جنسية لدولة متقدمة وأخرى كذا كذا كذا. نتحداكم، وأول امتحان سقطوا فيه راه باين واضح. لما الناس بدات كتهاجر عبر القوارب من مارتيل وتطوان وغيرها، شتي شحال الناس دابا الناس وكتفتحوا لهم الحدود كلهم غيخرجوا، لانه كاين الظلم، كاين الاستبداد، كاين القاع، كاين سرق الثروات، كاين نهب الثروات وغيرها من الامور. هذه كلها امور تكشف وتصلح مما لا يدع مجال الشك تورط هذا النظام في هذه الامور. لذلك ما تحاولوش توهمونا. كذلك أجندات خارجية، هل هناك ما يكشف أو يؤكد، هل لكم من حجج والأدلة ما يثبت بأننا نخدم أجندات خارجية؟ يكتست المحاكمة، والمحاكمة تم توثيقها بكاميرات. لماذا لا تنقلوا هذه المحاكمة المغرب عبر قنواتكم الصرف الصحي؟ إذا كده الشعب المغرب من حقيقة المحاكمة، وكيف كنتم تحاكموننا؟ شفتوا لينا فيديو ديال واحد الحوثي كلاشين كوف والسيف وحيدتوا ليه الصوت، وكتقولوا لنا السلاح ما تسلع، وملي طلبنا احنا حتى جينا خرجنا من القاعة وقلنا خصو ترفعوا الصوت، فتبين ان هذا الحوثي يهدد السعودية. فانكشفت حقيقتكم، وضحك من ضحك، وابتسم ابتسامة البعض، ابتسم لهذه الامور التافهة فقط لأنكم بغيتوا تلفقوا الدعام للشجعان، الأبطال، المعتقلين، الصناديد. طبعا والدولة المغربية اللي كتقول لنا أجندات خارجية، أجندات خارجية وغير مهم. أنا الدولة المغربية شكون اللي كيعطيها الفلوس؟ ماشي صندوق النقد الدولي؟ واش صندوق النقد الدولي كيعطيها فلوس؟ كيعطيها فلوس عيوني تحلي عيونها او اللي زرق عيونها زعما، وشنو ما فهمناش؟ اليست هذه اجنده خارجيه؟ ليه شكون يضرب التعليم؟ شكون ضرب الصحه؟ شكون ضرب الحريات؟ شكون ضرب كذا وكذا؟ من غير هاد سميتو، من غير هاد التدخلات الخارجيه اليوم تقرضك مالا ثم تفرض عليك امورا اخرى. ولذلك صراحه استغرب كل الغرابه حينما اجد مثل هذه الامور تقع، والصمت المطبق، صمت القبور، لا زال هو سيد الموقف. يعني للأسف الشديد والله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. اليوم يعاقبون الله لأن الصمت على الظلم والاستبداد وكم أمور كشيفة تصلح مما لدى مجال الشك أننا كأننا متواطئين بصمتنا ونتحمل مسؤوليتنا جميعا. يجب أن نتحمل مسؤوليتنا حينما وحنا كنشوف الوطن غادي للهوية وغادي للسميتو ومازال ساكتين. شعوب العالم تتحرك، شعوب العالم كل تعبر عن مواقفها خوفا على وطنها. يا عباد الله، خوفا على وطنها. ها هي الجزائر، وما أدراك ما الشعب الجزائر، شعب من مليون ونصف المليون شهيد. الله عليك يا شعب الجزائر، الله عليك لعظمتك يا شعب الجزائر، وكذلك لبنان والسودان
والحمد لله على كل حال. وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أحني إجلالا وإكبارا بهذه الشعوب الطواقة للحرية الذي تبحث عن حرية لوطنها. والغريب أمر أن الدولة لا يخرج يحتاج للتقليل التهام. نحن ما عرفناش دابا هل نحن أمام دولة أم أن نحن أمام عصابة. واحد الفيلسوف هولندي يسمى باروخ سبينوزا في كتاب له اسمه كتاب رسالة في اللاهوت السياسة، إن الغاية القصوى، قال هكا بالحرف الواحد، إن الغاية القصوى من تأسيس الدولة ليست السيادة أو إرهاب الناس أو جعلهم يقعون تحت نير الآخرين، بل هي تحرير الفرد من الخوف، بحيث يجب أن يشعر هذا المواطن بالأمن بقدر الإمكان. وإحنا كنشوفوا الاعتقالات، الاختطافات، المداهمات، وتلفيق التهم وغيرها من الأمور مكشوفة مفضوحة، والبعض من الأغبياء يصدق ما تروجه الدولة لأنهم أغبياء. الأغبي يسارعون إلى تصديق هذه الأمور. وهناك تحضرني كذلك المقولة دي الأرسطو اللي قال على قدر بصيرة العقل يرى الإنسان الأشياء، فالسالم العقل يرى الأشياء على قدر حقائقها، والنفس اللئيمة ترى الأشياء بطبعها. الشيء اللي كاين، الناس اللي عندهم العقل وكيفكروا وكيميزوا وكيحلوا راه عارفين بأن حراك الريف لم يأتي إلا من أجل مصلحة الوطن. وأما المنتفعين من الريع والفساد والظلم وغيرهم الأمور، إنهم يسارعون في اتهامنا وغيرهم، ولأنه كيدافعوا على هذا الظلم. كيفاش كتعتقدوا أن واحد حنا جينا قطعنا عليه سميتو الاستفادة من الريع وهادي والنفاق والاستغلال وهادي، واش بغيتوا أنتم أنه يصطف إلى جانبنا؟ أبدا، ما يمكنش يصطف لجانبنا. ولذلك إحنا خرجنا إلى الشارع لنقول كلمة حق. خرجنا نقول كلمة حق، خرجناش أننا نبقوا شي واحد ولا نكذبوا على شي واحد. وكيخرج لك سميتو كيخرج لك المسؤول وكيقول لك حنا وكنا نوينا نديروا كذا وبغينا نديروا كذا. السي محمد، السياسة بالنتيجة وليست بالنوايا كما قال مونتيسكيو. مونتيسكيو قال لك السياسة بالنتيجة، داك الشيء اللي غنشوف على أرض الواقع ماشي بالنوايا. وللأسف الشديد لا زال الوضع سيستمر على ما هو عليه طالما أنه ليس هناك جواب على هذا الظلم. طالما أن الناس إلى حدود الساعة لا تريد الخروج إلى الشارع، فلتتحمل مسؤوليتها أمام الله وأمام التاريخ، أمام الله وأمام التاريخ. دوك يلعبوا لكم على الوتر ديال الفتنة. إيوا إلى الفتنة، راه الأموال فتنة والأولاد فتنة، كما قال الله تعالى إن من أموالكم وأولادكم فتنة. إيوا علاش كنجريو حنايا باش نخدموا ونجمعوا الفلوس ونجريو ونديروا الأولاد، واللي ما كيولدش كيمشي كيدير فيما كاين شي عشبة كيديرها، فيما كاين شي طبيب كيوصل ليه، وحتى هادو فتنة. واش الفتنة كاين شي فتنة أكثر من أن يعتقل أبناء المنطقة كلهم وأن تهجر المنطقة كلها وأن تستنزف ثروات البلاد؟ واش كاين شي فتنة أكثر من الناس تموت عباد الله، تموت في الصويرة على طريب ديال الخبز على قرعة ديال الزيت؟ واش كاين شي فتنة أكثر من أن تنهب ثرواتنا عباد الله؟ واش كاين شي فتنة أكثر من أننا نتواجد في ذيل العالم في قضية التنمية، في قضية الديمقراطية، في قضية الحرية؟ أين أنتم مما يحدث؟ أين أنتم مما يقع؟ والله ستسألون جميعا أمام الله يوم القيامة، وحينها لن ينفعكم الندم. وفيه من يغرر ويتم تغريره اليوم ببعض الكلام معسول وكلام من هنا وهناك، وهؤلاء الذين تواطؤوا في ظلمنا والحكم علينا وتلفيق التهم وتعذيبنا، يوم يقفون أمام الله سيذكرون بالآية الكريمة. هذه الآية ارتاحوا إليها كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا. سبحان الله، أنا هذه الآية فوق ما ذكرتها فوق ما قرأتها إلا وأرتاح لها، لأنني أعرف أن الله سبحانه وتعالى مع الحق. وما دام الله يرفض الظلم وقال
في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تغلطوا. وكانت دعوة الله صريحة إلى نبذ يعني الظلم عبر آية كريمة، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فتمسكم النار، هل تعلمون ما معنى أن تمسكم النار؟ لأنكم ركنتم للظلم. هناك من خاننا بصمته، والنخبة التي تتعالى علينا بلغاتها ومقالاتها وكذا وكذا، كلها متواطئة ما عدا بعض من الأحرار والحرائر الذين دفعتهم غيرتهم على هذا الوطن وعلى هؤلاء الشباب، خرجوا وهاء بأقلامهم الحرة يكتبون يطلحون يكشفون. لكن هذا لا يمنعني إن أقول أننا نحن كذلك نتحمل مسؤوليتنا، لأن بصمتنا نساهم في تخريب هذا الوطن، نساهم في ظلم هذا الوطن. واليوم ريفا خرجوا الشارع وعبروا عن مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية، ميز مطلبي واضح لا غموض فيه، وخرجوا علينا باتهامات وغيرها من الأمور. وأكثر شيء قضى مضجع هذا النظام وهذا المخزن هو التاريخ الذي نطالب به باحترامه، هذا التاريخ الذي يريدون إقباره. هنا تذكرني كذلك مقولة الروائي البريطاني جورج أويل على ما أعتقد، الذي قال: إن الطريقة الوحيدة الأكثر فعالية لتدمير الشعوب هي إجبارك إياهم على التنكر لتاريخهم. هؤلاء لما كانوا يحاكمون صورة عبد الكريم الخطابي ويحاكمون علم المقاومة والممانعة، هذا العلم الذي تأسس سنة 1920 لما كانت القبائل الريفية المتفارعة وحدهم الأمين محمد بن عبد الكريم الخطابي تحت لواء هذه الراية، أصبح تقول لنا عنها الفرقة الوطنية الشرويطة. تخيلوا معي، تقول عليه الشرويطة علم نفتخر ونعتز به واليوم نؤدي ثمننا دفاعا عنه، حكمنا بعشرين سنة. تاريخ الحمد لله الأحرار والحرائر كلهم يعرفون تاريخ الريف، ليس فقط من فترة محمد بن عبد الكريم الخطابي رضي الله عنه، ولكن كذلك ما قبل محمد بن عبد الكريم الخطابي، كذلك أجدادنا ورموز مقاومتنا الذين كانوا يحكمون: الشريف محمد رمضان، سلمان نزيان، حدوق شيش، وغيرهم من الرموز، سواء رموز في عشرينيات القرن الماضي أو ما قبل ذلك وغيرها من الأمور. وأرادوا أن يعني كانوا الغاية ديالهم من هذا الشيء كله يفقدوا التهمة باش الناس خوتنا وخواتاتنا في الربوع الوطني يهربوا منا وما يكونش التضامن. هيهات هيهات، لقد فقدتم في الفخ واتضحتم أنكم لا تسعون إلا تشتيت أبناء هذا الوطن. وتخيلوا معايا المواطنين والمواطنات الحرى والحرائر، أنني في الفرقة الوطنية قالوا لي: أش كنت كتكلم في اللايفات بالدارجة؟ واش بغيتي هجات الحركه واش تعلموا الوطن المستوى الوطني كله؟ علاش ما تكلمتيش بالريفيه؟ سبحان الله، اصبح اليوم الحديث حتى بالدارجه جريمه يعاقب عليها القانون، قانونهم انا كنتحدث على قانون الغاب. قال لك: علاش سيدي تدوي بالعربيه؟ وانتم ضليتوا كتتهمونا وكلفوا لنا التهم والناس بغات تعرف الحقيقه، فتحدثنا بالدارجه حتى تصل الرساله، فوصلت الرساله واعلن الناس تضامنهم ووقوفهم الى جانبنا. وانا لازلت اتذكر الناس ديال الطالبيطه ما شاء الله عليهم، طبعا كل احرار وحرائر في هذا الوطن، ولكن كان تذكر واحد النهار لما هزوني في الهليكوبتر وداك المداهمه والروينه والدوش الحربيه حاضين في وسط الماء وكذا، وكانهم جاوا يعتقلوا واحد ما يملك، لا املك الا اللسان، ولسان سليط عليكم وسيظل سليطا عليكم طالما انكم تظلموننا وتحتقروننا. نهار اللي مشيت للطلب جابوني بالهليكوبتر وداك الشيء التعذيب النفسي والجسدي اللي داروا عليا، فلما طلعوني الفوق وانا غادي ندخل كنلقى شي 30 واحد من الناس كرافطات كيتسناوني. الله اكبر، الله الله، وانا كنشوف فيهم هكا واستغرب هذا الحجم ديال الناس اللي جايين دير معايا التحقيق وكلهم مخابرات. فسمعت صراخا ياتي من الشارع
فسارعوا وهرولوا نحو النوافذ، فإذ بالناس الأحرار حرائم من مدينة الدار البيضاء الحرة يطالبون بإطلاق سراحي. حينها أحسست بعيوني تدمع، تدمع فرحا لأن لهذا الوطن رجال ونساء يحميه. لحظتها جت لي واحد القوة كبيرة. لذلك اليوم ما جيت ندير هذا الأوديو هذا إلا لغاية واضحة، وكنت مضطر أنني ندير هذا الأوديو لولا حماقة الحمقى وغباء الأغبياء، لولا الشرذمة المنافقة الطاغية التي ما فتئ ونحن كنا نحذر منها عبر الرسائل التي كنت أبعث بها إلى والدي وينشرها على صفحته. عزه الله وعز الله كلكم جميعا. ما فتئ ونحن نحذر ونقول ونحذر الناس ونقول لهم إياكم وأن تصدقوا، إياكم وأن تتبعوا، إياكم وأن تثقوا في هذه الشرذمة التي أقدمت على حرق علم الدولة المغربية. هذا العلم الذي لم نخرج من أجل أن نحارب الآلام، بل خرجنا من أجل أن نحارب الظلم. هذا الشيء اللي وقع مؤخرا كان مخططا له، وخطة كانت محبكة باتفاق مع المخابرات وبتواطؤ مع الدولة الفرنسية. أنا غنعطيكم الحجج ونعطيكم الأدلة وغنكشف لكم حقيقة هؤلاء الخونة العملاء الذين يوالون للوداديات التي ما فتئت وهي تسعى إلى نسف حراك الريف بأوروبا الذي منه نستمد قوتنا ومنه يعني نتقوى نفسيا ومعنويا. أولا نحن كمعتقل حراك الريف المجيد على مستوى سجن فاس راس الماء، سجن الدلي والعار، درنا دعوة لخروج في فرنسا يوم 26 أكتوبر. علاش 26 أكتوبر؟ لأنه كنت 28 أكتوبر تخليت الذكرى السنوية ديال محسن فكر رحمة الله تعالى عليه. الناس خدامة التين، درناها 26 السبت على أساس باش أن الناس تحضر وتستنكر التواطؤ ديال الدولة الفرنسية في إقبال منطقة الريف. لكن تفاجأنا بدعوة موازية لا تختلف عن الدعوات التي كانت تقوم بها المخابرات هنا في المغرب، ملي كنا كنخرجوا كيصيفطوا لنا البلطجية. السلطات الفرنسية متواطئة. لماذا إنها متواطئة؟ أولا ما بغاتش تعطي الفيزا لعائلة معتقلين مع رأسهم والدي ووالدتي، ما عليهم أنهم عندهم فيزات وعندهم كذا، لأن التواجد ديال الأب ديالي والأم ديالي والعائلة الأخرى سيكشف للجميع بأن الدعوة التي نادينا هنا اللي نادينا لها وعيطنا لها احنا راها. فبالتالي أي واحد غيخرج باش يوهم الناس بأنه كاين الله ما غيبانش. الشيء الثاني هي أن المندوبية العامة إدارة السجون قامت بمنعنا من الحديث في الهاتف. علاش قامت بقطع الهاتف يوم الخميس ويوم الجمعة ومنعتنا من حق ديالنا من التليفون؟ منعتنا من حق ديالنا في التليفون وقالت لك بدعوى ان الهاتف خسر. وسبحان الله يوم الاثنين مع الصوت صبح التليفون خدام. علاش زعما هاد الموظف اللي جاوي صايبوه زعما حبا زعما في الارض بهاد السرعه هادي؟ الشيء الثالث ان السلطات الفرنسيه عطات لديك الجهه اخرى من العملاء والخونه والشرذمه المنافقه الطاغيه هاد حمالة الحطب المتواطئة اليوم والتي كشفت الحقيقة ديالها وهي ما كنت أحذر منها. هاد الناس هادو عطت لهم نفس الرخصة في نفس المكان وفي نفس التاريخ وفي نفس التوقيت. وحن الغريب في الأمر أن البوليس ما حضرش تما باش أنه حينما كتكون جوج مسيرات وجوج رخص خص يحضر البوليس باش كون كوقع شي حاجة يفرق بيناتهم ويدير كذا كذا. نفس الأساليب اللي كانت كتوقع معنا اللي وقعت لينا في مدينة الناظور وحي من عبر الأوديو أحرار وحرائر الناظور، نفس الأساليب نفس الوقاحة نفس الأسلوب. وهاد الناس هادو كانوا باغين يديروها
13 فبراير المجيدة التي دعوت إليها إن شاء الله الحمد لله من والتي نجحت واللي خرج فيها 20,000 من أبناء وبنات الريف العظيم كانوا باغيين نفشل ولكن فشلوا فشلا ذريعا. لأن علاش؟ لأن بلجيكا ما بغاتش تعطيهم رخصة. فرنسا ماما فرنسا وتعرفون ماما فرنسا ماذا قامت ماما فرنسا في المغرب وشنو كدير اليوم في المغرب. فبالتالي هذا الحراك هذا يكشف حقيقة هذه الأنظمة المتواطئة الحكومات الاستعمارية التي كانت سابقا تستعملون بالدبابات وكذا واليوم تستعملون بمشاريعها وغيرها وغيرها. فإذ بذلك حتى التصرف هذا يكشف تواطؤ الوداديات والقنصليات والسفارات بأوروبا في حرق هذا العلم. في حرق هذا العلم علاش كنقول هذا الكلام هذا؟ لأنه ما فتئت القنصليات والسفارات كانت عبر المساجد عبر المشاريع كانت كيمشي وكيوهموا الناس وهادو في التانين هاد الناس ديال الحراك في التانين وغيرهم. اليوم وظفت هاد العملاء هاد المرتزقة هاد الخوانة اللي كانوا اصلا في كانوا شي وحدين منهم في الريف كانوا كيديوهم سميتو الحداده ديال ملي لو كاين صور ديال واحد الصعلوك ويحلم العالم على هذا العالم الوطني وكان يلقي بالحجاره وكان كيقول المغرب النغنق هذا معروف عمالته وخيانته وغيره. كثير من الامور يعني لا تشتجبني ان افسرها اوضحها للناس. بالاضافه الى بعض الكلاب الاخرى وهذه الناس هذه للأسف التي ما فتت وهي تسب عائلتنا وتنشر الإشاعات لغاية في نفس العقوب معروفة هذه اللي قامت بحرق العالم. هذا تصرف المجين لم يسبق أحد من أجدادنا أن قام بهذا التصرف. حتى أن محمد بن عبد الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقوم الاستعمار الإسباني ولم يخدم على حرق العالم. إن بإحراقك للعالم تبوس ناس آخرين هذا فعل شنيع ينم عن جهل وحقد وكراهية وتطرف وإرهاب الذي تشبعتم به أيها المجرمون الذين ما فتئوا وهم يسعون لنسف حراك الريف المجيد عبر نشر الإشاعات ونشر علم الأمور وأن عائلته يمتلك الفيلات وغيرها ولم يأتوا بحجة واحدة. كل هذه الأمور لا تختلف عما كانت تتهمون به النيابة العامة. تلقي أموال وعندكم لدرجة غباء ديال واحد الموظف ديال الفرقة الوطنية قال لهم الكيكي يقول دراية الزابي عنده الفيلا بوليزاريو على بوليزاريو عندهم شي فيلا تأكلهم قياطن يقول لهم الفيلا تراش باش يعطوها للزافي باش يخلعوا الناس يخوفوا الناس. فإذ اتضحت حقيقتكم اليوم غادي نعود لهذه سميتو لهذه القضيه هذه الجريمه النكراء. ثاني حاجه هذه الجريمه اللي وقعت لا تمت الا المسيره التي لديناها بصله. علاش؟ لان المسيره ديالنا كانت واضحه بعيده والناس الاخرين اللي قاموا بهذا الفعل هذا راهم في جهه اخرى. تتحمل فرنسا مسؤوليتها لانها اعطت لها الرخصه لهذه الحثاله هذا القوم هاد حمالة الحطب اللي معروف ولاؤهم للمخزن عبر السعي إلى تشتيت أبناء وبنات الريف ونشر الإشاعات ونشر الأكاذيب وغيرها من الأمور. ويا ما كنا نحذر وحذرنا وكنا نحذر الناس بأنهم يأخذوا الحيطة ديالهم الحذر من أن يصدقوا بعض الطراهات والخزعبلات. وحتى أن هؤلاء فيهم من تورط من بعض الخونة والعملاء الذين يجتمعون اليوم في مقهى ميرامار التي كانت تصدر المواقف. اليوم كيجتمع واحد الشلة تما ديال الخونة مازال غادي ينفض حبابهم بالأسماء والعريهم لأن الوقت لا يتسع المقام لا يتسع لذلك. والله يا بابهم هات الخونة الذين يسعون إلى تشويه العائلات وإلى نسف الحراك والله سأعري بابهم بالأسماء ولن أسمح لأي صعلوك من هؤلاء الصعاريك الذين يقوموا بهذه الأفعال المشينة بأن يستغلوا حراك الريف. نحن براء منهم ولا يمثلوننا في شيء والحمد لله أنني كنت أحذر دائما وأبدا من هذه الشلة ولم يكن يشرفني أن يتحدثوا عني أو يدافعوني. دافعوا عن أنفسكم أيتها الكلاب الضالة ودورك يذكروني دوك يظلون عبر الله فاتهم يقذفون عائلاتنا ويسبون ويشتمون ومهربان ليه مر بحر ليه حتى باتوا كانوا بالأمس القارب كانوا كيقولوا هاد الشلة هذه تقرير المصير فأصحوا اليوم يعني من تقرير المصير إلى محاولة إسقاط ناصر. رحمة الله عليكم دنيا وآخرة هي تهشر بما المنافقة الفئة الباغية يا حمالة الحطب.
لذلك ما قام به هؤلاء لا يمثلوننا في شيء، ومن يمثل هؤلاء يخرجوا بالعلن يقولوها، يقولوا هاد الناس هما كيمثلونا ويتحملوا المسؤولية ديالهم التاريخية. ولكن لن أسمح لأي صعلوك مهما كان، طالما أن الجماهير الريفية وطالما أن كل الحرار والحرائر وضعوا الثقة بي، فلن أسمح لهؤلاء. لأنني عندما أديت القسم أقسمت ألا أخون وألا أساوم وألا أبيع ولو على حساب حياتي. وأنا اليوم كان أدي الضريبة دي 20 سنة، ومرحبا حتى بالإعدام، ولا أخشى في الله لومة لائم. والله هذا اللسان سيظل صليطا على الخونة والعملاء والمستبدين والطغاة طالما أن هذا الظلم ظل قائما مستشرين في هذه البلاد. احنا خرجنا من أجل أمور واضحة، مطالب اقتصادية اجتماعية ثقافية، وكل من يخرج عن هذه المطالب فإنه يخون ديمقراطية الشارع. لأن حينما كنا نجوب الشوارع والأزقة والأحياء كنا نسأل الناس ماذا تريدون، عن ماذا تبحثون، عما تريدون، ماذا تريدون، فكانوا يقولون نريد مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية واحترام تاريخنا ورفع ظهير العسكرة. لا شيء أكثر من كل هذا. إذا تواطؤ هذه الأزلام هدو يكشف ويفضح حقيقة. ثانيا، واش عمركم شتو هاد الناس اليوم هادو اللي قاموا بحرق العالم، واش عمركم شتوهم يوما عائلتهم تشارك معنا في الحراك؟ هل كنتم تشاهدون يوم عائلتهم يشاركون معنا في الحراك؟ طبعا لا. وانت الا ما كنتش قد تراضي تقنع الوالدين ديالك، كيفاش تقنع الاخر بشي امور اللي هي نتايا لا تجرؤ على قولها؟ ملي كنتو هنايا كنتو هنايا في الريف وكذلك متواطع مع حتى شي وحدين من بعض المدن المغربيه الاخرى، تلك التي تلك المجرمه التي قامت بحرق سميتو العلم الوطني، حينما كنتم في المغرب ما انت تكونوا تجرؤون لتتحدثوا عن مواقف سياسيه. ومنهم واحد الغابي اللي كان كيقول للمغرب انه غنى، واليوم اصبح يدعي الجمهوريه. من قام بهذا الفعل ومجموعه من الخونه، مجموعه من العملاء المتواطئه مع الوداديات والقنصليات والتي تواطأت كذلك في خيانة الريف، في خيانة الريف. واللي بغى يتجذر علينا ويمارس علينا الأستاذية ما عليه إلا يجي للريف، وحينها نعرف واش أنه رجال. أسود علي ونعاج ونعامة على المخزن، تسبون عائلتنا وتتهمون عائلتنا زورا وبهتانا، ظلما عباد الله، ظلما ظلما. كل هذا خدمة لمن يدفعون لكم ويدفعونا ويدفعكم لكي تقوموا بهذه الأمور. للأسف الشديد كل هذه من أجل يعني الدفع بالعائلة يرجعوا الله. احنا العائلة ما يرجعوا الله طالما أبنائهم في السجون وطالما أن الظلم واضح، لن يعودوا، لن يعودوا إلى منازلهم. لذلك أيها الإخوان والأخوات، كل ما يمس مصلحة الوطن ومصلحة العباد والبلاد فلن أقبل منه حتى لو كلف ذلك حياتي كلها. نعم، حتى لو كلفني ذلك حياتي كلها. ما خلوا بالو عليا، ما خلوا يتصبوني، ما خلوا يبطوا لي الحوايج، ما خلوا لي قالوا ولد العايرة، ولد العايرة غير قلتها بسميتو راه هما قالوا لي ولد قول عاش الملك، ويسلخونني ويقذفونني بشتى الأوصاف، الأوباش والصبنيور أو كذا أو كذا وغيرها من الأمور الأخرى. أحشي أمور ناهيكم عن وضعي في زنزانة انفرادية لمدة 2 و3 أشهر، زنزانة انفرادية اللي فيها 5 متر على 2 متر، عباد الله. غاية في ذلك إذلالي خدمة لأسيادهم الذين أمروهم بتعليماتهم من أجل أن يضعونني في حفرة قبر، عباد الله، القبر. عشت 7 شهور في القمر، ولكن وما النصر والعزة إلا بالله، وما النصر والعزة إلا بالله، والحمد لله تعالى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الزنزانة اللي كانت فيها موظف كيجي يطلع عليه وكيقولي كنبتسم، فكانت تقض مضجعهم. كيفاش أنت كتبتسم؟ ما زعما تبين لنا، لدرجة أن وصلت بي الأمور وأنا في عزلة معزول عن زملائي اللي كانوا كيتواجدون في جناح 8 طبعا عكاشة. وضعت نقطة بمداد قلم باش نخفف على داك الشيء اللي كان فيها الداخل، فكنت أحدثها، أتحدث إليها وأتخيلها، مرة والدتي ومرة والدي ومرة
الأحرار والحرائر، وأظل لساعات أحدثها حتى أحس أن جسدي منهك. كنخفف على داك الشيء اللي فيا، وكنت كنخرج للعزل سميتو الفسحة 10 دقائق، موظفون يفوق 17-18 موظف وهم يحرسونني، حتى أنني ننظر للسماء كانوا يأمرونني بأن الله أنظر إلى الله، أرفع عيوني إلى السماء. شيء أمور اللي عشتها من الصعب جدا، كنت كندوش بالماء المصدي، وهذا الشيء ما بغيتش نخرجوا ليكم، لأن ما بغيتش، لأنني هذه أنا أعتبرها تضحيات، وهذا واجب، وأنا مستعد حتى للإعدام، أنا لا أخشى هذا الإعدام ولا هذه الاعتقالات، طالما أن الظلم، طالما أن الله وعدنا، أنا فلا أخشى من هؤلاء. دائما كنت أنادي، دائما كنت أقول الحوار ثم الحوار، لأن كنا خايفين على الوطن، لأننا عارفين قيمة الوطن، والتعنت ديالهم وهذا الله أكبر على الحق، والتعنت ديالهم وهذا العنجهية تشوف في وسط اليوم الوطن، حتى أصبحوا يتحدثون عن الهبة ولا يتحدثون عن فرض القانون. باسم هبة الدولة سقطت هبة الدولة، العنجهية والاستبداد والظلم وكذا وكذا وكذا. والله أنا استغرب تماما صراحة لهؤلاء المتحكمين لصناع القرار. لا إله إلا الله، استغرب والله، استغرب يعني. وكيتبجحوا بالوطنية كأنهم زعما في الصحراء أنهم وطنيين وكذا وكذا وكذا، وكاين ما فيش عقل بالضبط شكون اللي قال هذه الكلمة. قال لك على الوطنية ألا تعمي أعيننا من رؤية الحقيقة، فالخطأ خطأ بغض النظر عن من وضعه أو فعله. تقول لي ايش الأحقان الوطنية، وتبشح لي بالوطنية وتزيد علي بالوطنية وكذا وكذا، وانتم تفرقون تنهبون تخربون الأوطان. لذلك الدولة ما تعاملتش معنا بليونة، تعاملت معنا بالعنجهية وبالظلم وبالحصار. عباد الله، عيد الصغير وعيد الكبير ورمضان وهم يحاصروننا ويقذفون الناس بالغازات السامة، وحتى وصلت بهم الوقاحة، قتلوا عماد العتابي وعبد الحفيظ الحتات، قتلوا شبابا غايتهم الكرامة، غايتهم الحياة. ماذا سيقول الله تعالى؟ يحاصروننا، يقتلوننا، يحرموننا من حقوقنا، وهذا كله أمام صمت من يعتبرون نفسهم علماء وشيوخ، وهم السواك والحجاب وفقط. وكان رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، رسالة الله سبحانه وتعالى، جاءت مقتصرة على هذه الأمور. والله يوم القيامة سنقتص منكم واحدا تلو الآخر، يا من قتلتموننا واغتصبتموننا وعذبتموننا وسرقتموننا ونهبتم حقوق ثرواتنا، وتحملوا مسؤوليتكم جميعا. عاش الريف ولا عاش من خانه، وعاش هذا الوطن حرا. دائما سأقولها وسأظل أقولها، بأن من أقدم على حرق علم الوطني هم ثلة من المرتزق الخونة التي صنعتها الوداديات، آيتها في ذلك أن تنسف حراك الريف، وحراك الريف لا يمكن أن يتم نسفه ولن يتوقف إلا بشيء واحد، وهي تحقيق ملفنا المطلبي الذي اعترف بمشروعيته أعلى سلطتها من دون هو الملك. والكل يقول مطلب مشروع، إذا فماذا نفعل في السجون؟ لماذا هذا الحصار؟ واليوم 28 أكتوبر عباد الله، 28 أكتوبر ذكرى ديال الشهيد، هبطت في مشكي شي حافلة الأجهزة القمعية، هبطوها للحسيمة، في حين الناس الساكن كيعيشوا الرعب في المدن الأخرى نتيجة الترميم اللي كاين. فين هما دوك الخطوات الاستباقية واللي كيتبشعوا بها؟ علاش ما كتعتقلوش هاد الناس هادو؟ علاش كثرت الجريمة في هاد البلاد؟ علاش؟ لأن فيما يخص المواطنين بيناتهم خليهم يتقاتلوا، لا يدار كل شهر بعشو يجي يخرج بحاله، ولكن من يبدون مواقفهم السياسية لأجل مصلحة الوطن أعطي لهم 20 عام. لذلك من أقدم على حرق العالم الوطني أقولها بكل صراحة،
وأعود لأقولها، هم خونة وعملاء، صنيعة الوداديات اللي كاينة في أوروبا. لأن كما شرحت لكم قبل وقتكم شنو هما الأسباب. ثاني حاجة، واش هاد الناس هادو هم أول من قاموا بإحراق العالم؟ ياك سبق واحد التلاميذ دوك الأطفال اللي قاموا بنزع العالم أمام البرلمان وقاموا بحرقه، وكذلك دوك البوليزاريو اللي كانوا في الجامعات كيصطموا على العالم الوطني، وشي البوليزاريو تسمحون لهم برفع الأعلام البوليزاريو، بالعكس كديروا لهم الحماية، وهذا موثق في الصور والفيديوهات، ويقولون للاحتلال المغربي لا تتحركوا، رغم أننا عندنا مطالب اقتصادية واجتماعية، وفي ما كاين شي تهمة، في ما كاين شي حاجة خلقتها من أجل ماذا؟ لأن الحراك كان قويا، قام مؤسسا، وهذا ما كنتم تخشون أن يمتد إلى باقي المدن المغربية الأخرى. لذلك احنا ما غنسمحوش بهذا الشيء، احنا حراك ديالنا حراك سلمي، ومن قاموا بهذه الفعلة هم لا يحسنون انفسهم، هم معدودين على رؤوس الايدي، ثم كما سبق لي قلت من العصابة والشرذمة المنافقة، هذه انا اقولها بكل صراحة، بكل صراحة، هادو واش عمركم شفتوهم؟ عمركم شفتوهم يدافعون؟ بل دائما سب وقذف وشتم، هذا ما يعرفونه، هذا ما يعرفونه هو فقط. فبالتالي هالشي اللي دار وهالشي شوف لا يمكن ان يتم رفضه بحراك الريف، لا عمره يتطلب حراك الريف. الحمد لله المغاربه الاحرى الحرائين عارفين حقيقه الامور وكيف يتم فدركتها من اجل في الحراك. السؤال اليوم خصو يتسال علاش الرياف بوحدهم اللي باقي مازال في السجون؟ علاش؟ لماذا لماذا لماذا؟ حنا لو كان كتبنا خدامين اجندات خارجيه كما قلتوا كانوا هاد الاجندات الخارجيه غيدخلوا من اجل اطلاق السراح ديالنا، ولكن للاسف الشديد نظرا لانه ليست لنا جهات خارجيه فبالتالي بقينا في الحبس وسنظل في السجون، ما عادش شي مشكل. حتى الزفير بغيتو تاخذوه وتعدموه وتقتلوه ما عندها مشكل، لانني وهبت نفسي لله وللوطن وخرجت الى اقول كلمه الحق. ثم عجبكمش كلمه الحق تسوقكم، ولكن ما يجي واحد النهار ليس تضعون فيه في القبور. وهذا مخزن هذا في الجرائم ديالو كيذكرني بزاف ديال الامور. شتات الخزن والله لو كان جا قبل فرعون ما ضرب الله به المثل بدل فرعون. علاش؟ لانه فاق فرعون في الجرائم، مش عباد الله ديال باقي البطون ديال الحوامل، قتلوا الاطفال، حرقوا المحاصيل الزراعيه، ها قتلوا ناس، اغتصبوا ناس، تبولوا على ناس، لانه قالوا كلمه حق، لانه خرجوا يدافعوا عن الوطن. ها هذا التضامن دابا على المستوى الوطني كله الدولي وجه من فراغ، لو لم تكن الناس مقتنعه بان مطالبنا هذه المشروعه باننا ابرياء، لو لم تكن هذه الفئات الكثيرة من أبناء شعبنا على مستوى ربوع الوطن كله ماشي لأنه مؤمن بأن مطالبنا مشروعة. لذلك لا متوهمون، هذه كلها أمور مفبركة تم فبركتها، وقامت الجيف الخونة العملاء بتنفيذها. لذلك الحمد لله حركنا سلميا وسيظل سلميا، وكل من رفع حجرة واحدة أو عصيا يقذف بها الآخرين فهو خائن لحراكنا وخائن لنهج حراكنا اللي هو السلمية، اللي كتحاول نيابة العامة تقول لك السلمية كود، كتوهم عبر شعوذتها أنها ما قام بها هؤلاء جريمة ولم يستطيعوا أن يثبتوا، وتحتهم من ينشر لكم حق المعلومة ديالكم، محكوم تتبعوها، محكوم تعرفوا المعلومة، والقانون كيخول لكم ذلك أيها الإخوان الأخوات، القانون يخول لكم ذلك أنكم تصلوا تعرفوا المعلومة. محكوم توصلوا المعلومة وتعرفوا أن واش هذا الشيء اللي دار، واش المحاكمة هذه كانت حقيقة محاكمة عادلة أو غير ذلك. مسيرات كلها اللي كنا كنخرجوا فيها والحمد لله كلها كانت سميتو المسيرات السلميه شهيده لها العالم، الكاس ما تحرش، والقانون بقوه القانون، حتى الدستور ممنوع
اللي حصل 29 الدستور يقول لك بانه طلعه في محقق لا سميتو الفصل 81 على ما اعتقد فصل 81 من ظاهر التجمعات العموميه كيقول لك اودي الطرسيم لا يحتاج الى رخصه. احنا خرجنا نعبروا، نحن ابناء وبنات هذا الوطن، خرجنا لنقول لا للظلم لا للحكره لا للاستبداد. والقانون انتم كتبغيو تستعملوه كما بغيتو، ولذلك ابرأ الى الله من هذه الافعال، ابرأ الى الله من هذا المخزن، وابرأ الله من اذنابه، لا المتواجدين في الريف ولا الذين قاموا بهذا الفعل الشنيع الذي ادى الى حرق العالم الوطني. نحن معركتنا ليس معركة الأعلام، معركتنا واضحة مكشوفة ولا تحتاج للتفسير أكثر مما فسرته، لأنه هادو باغينا أنهم يجرون شي أمور ومداو نناقشوا شي حوايج وكذا 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 وكذا. اللي داروا هاد الشيء إذا كان هناك في القانون ما يعاقب، القانون كاين، نحن مع تطبيق القانون اسمه ضد القانون. هذا الكلام قلته لعامل الإقليم وقلت الوكيل الملك في الشارع والمغاربه كل العالم كلهم يسمعوا، نحن مع تطبيق القانون. لكن ان توفقوا لنا تهما يرتكبها البعض وتلفقوا علينا لا تزر وازره وزر اخرى. انا شخصيا الزملاء ديالي يا ما كنا نقولها ونحذر منها ان هؤلاء لا يمثلون، ان هذه الشرذمه غايتها في ذلك أن تنسف الحراك، غايتها في ذلك أن تنشر السموم، وهذه تتقاضى أجور مقابل أن تنشر الإشاعات وتنشر الظلم وتنشر كل هذه الأمور. باش تنسف سميتو تنسف الحراك. ونحن لا نقبل بهذه الأشياء، لا نقبل بها. اللي يبغى يدير العون في ذلك يمشي يقلب على بلاصة أخرى. أنا ما كيمثلنيش بشي حاجة وما يشرفنيش يمثلني بشي حاجة. ما يشرفنيش. حتى ذات اليوم ان بعض الدولة تستغل بعض المؤسسات من اجل يعني من اجل الهجوم علينا، هجوم على ناس عزال لا يملكون الا اللسان. الا اللسان عباد الله، الا اللسان. العالم يشهد. العالم يشهد لنا بسلمية الحراك وباننا ناس مسالمين. واستمرارية ديال الدولة في الاعتقالات والاختطافات يبين مما لا يدعم الجانب ان الدولة ما بغاتش الحل. واللي خرج علينا ربغي البلبالة، نحن لا نعود إلى منازل مثل هذه الاتهامات الباطلة غير مؤسسة. واليوم المسؤولين في الدولة فيهم من يعترف بأنه أصبح هذا الملف هو شوكة وبأنها نقطة سوداء مجال حقوق الإنسان. إذا شكون هاد الناس هادو اللي ما بغيش حل لهاد القضية ديال ملف حراك الريف؟ هذا هو التساؤل اللي خصنا نسألوه. ثم ما معنى القنوات الصرف الصحي الإعلام العمومي اللي كانت تدور الضرر الإنسان علينا يسمحون ويعطونا الفرصة النيابة العامة تخرج وتهلل وتقول وتروج المغالطات والأكاذيب وسميتو الوزراء ويخرجوا كامل هذيك وذوك البيادق ديال الدكاكين السياسية والوجوه وكذا، بينما نحرم من حقنا في الدفاع عن أنفسنا. الاعلام العمومي اللي خصو يكون نزيه ويكون محايد، درجه انه وصل الاعلام العمومي خدا صور ديال القضيه، يعني قضيه ديال الاطفال الحجاره في فلسطين وفقوا على اساس ديالنا حنايا. الاخوان اللي متابعين الفيسبوك تورط احد اجهزه الامن، احد رجال الامن في القضيه ديال الاخر اللي جد واحد القناه الاعلاميه العموميه منسوخه جات كتصور فيه وداير راسه زعما راه كلا الدقه في حراك الريف وكذا وهذه، ومشاو يصوروا ليه ذاك الراديو اللي كيدار اللي كيكون واحد المهرس سميتو. فإذ به تبين ان الرجل حامل، سبحان الله، خد الصوره ديالو عطاو ليه واحد الاخر ذاك ديال الراديو ديال المراه حامله باش يتوزعوا علينا المغالطه. فإذ طلعهم الله سبحانه وتعالى، ولا الراجل حامل باش العيالات اللي كيحملوا بواحد دابا ترجعوا ولا كيحملوا. وهذه الصوره هذه راه انتشرت على مستوى الفيسبوك، ان رجل امن يحملوا يعني كيحمل واحد الصوره ديال الراديو زعما يستدانه فيه الثقة، عطاو ليه يعني بالسرعة والاخر عمهم الله سبحانه وتعالى وجعلنا من بينه 56 وستين فاكشين فهم لا يبصرون. وخدا الراديو وقف مع الاخر يدوزو، ملي شافوه الناس وتمعنوا في ذاك الراديو لقاو انها ديال المرأة حاملة. لا اله الا الله محمد رسول الله. شوف الواقعها وماشي يعيطوا للشباب ويجلسوا على طاولة الحوار ويبينوا ليهم وحنا نبينوا ليهم ونوصلوا الحل من اجل مصلحه الوطن لان تقتضي المرحله، خصوصا ما يقع على المستوى الاقليمي.
المستوى الاقليمي ما يقع هنا وهنا راه ينذر مما لا يدع مجال للشك، انه طالما ان الظلم مستشري وان سميتو المؤشر التنميه متراجع وهو انه ينذر بخروج لا مستقبلا ديال المغاربه الاحرار الحرائر اللي خايفين على وطنهم، فيخرجون كيخرجوا يدافعوا على الوطن ديالهم، على ان ما يمكنش الانسان يشوف الوطن ديالو غادي للهوية ويسكت، لان كيستافدوا من الريع وسميتو راه هذوك راه ما غيخرجوش، هذوك راه الرجل كيجي في الفيسبوك ويجي هذاك الفتناتو كيما واحد المره هذه تقدمت الفرقه الوطنيه عند السيد الوكيل للاسف الشديد، قلت لي انا قال لي راه الفتنه بغيتي تدير الفتنه، دابا الوكيل قال لي بغيتي تدير الفتنه، وانا ما فهمتش كيفاش دابا بغيتي تدير الفتنه، قلت لي انا بغيت تشرحوا لي غير اشرح لي شنو هي الفتنه، قال لي شكون انت؟ شوف على اسلوب الترهيب النفسي امام المحامين وامامك، طبعا انا جاوبته بكل بساطه، انا ناصر بزاف اللي درتي على هذه الهلاله وقطع وروجته وشهرته ودرتي به وعنده بزاف اللي يملكوا داهما واحدا، ولا زالت العائله ديال الحمد لله راه شفتهم فين ساكنين في دار في الطول ديالها سميتو جوج المترو، ولا سبت علينا شي واحد شي حاجه إذا مش نقتراش إن فات الحجز هذا ما يكونش راجل، يلا وثبتوا علينا بأننا نحن لا نملك أموالا أو نملك فيلات أو نملك شيئا من القبيل، الحمد لله ما جيت نخرج الشارع حتى بيتنا من حديد، أنا ما خرجت الشارع تعرف والدي مزيان شكون هما أعظهم الله، وأسأل الله تعالى يشفي والدتي وأن يشفي جميع المرضى في كل ربع العالم خصوصا الذين يعانون مع مرض السرطان الذي لا زلنا نؤدي ثمنه نتيجة غازة السامة التي قصرنا بها الاستعمار الإسباني والتي يتغال عنها المغرب الترافع عنها في الظهر في المحاكم الدولية للأسف الشديد، ونبغي نقول لكم أكثر أنه نحن أهل حوار، نحن أهل حوار، نحن أهل حوار، وسأظل أرددها وأقولها إلى أن يرضى الله الأرحم عليها، نحن أهل حوار ولا نبتغي العنف ولا الظلم ولا غير شيء من هذا القبيل، لذلك تحاولوا تروجوا تحاولوا تقولوا ديروا كذا وكذا، لأن مؤخرا حتى واحد مؤخرا بدات واحد الشرذمه عبر اللايفات ومن خونة الناطقين بالريفية من خونة الريف عبر الله يفاتيهين كان شو نفس الهضره اللي كانت تقول لي بالعامة، كانت تقول مخابرات الصحافه الصفراء ان هذول اموال وكذا وهذه والغايه ديالهم في هذه كلها في هذه المساله انهم يجعلوا الزفاف يسكت يرجعوا العائله الزفاف للقطاع، كيفاش بغيتوا العائله الزفاف ترجع داو عندها ولدها محكوم ب 20 سنه وعندها الابناء اخرى اللي محكوم 15 عام 10 سنين 5 سنين وكذا، وفيهم ناس صاحبي اللي خلاو ولادهم، لذلك أختم قولي ب أن لولا الدافع ديال الجريمة النكراء التي اقترفها هؤلاء المجرمين لن تخرج لأبعث لكم بهذا الأجل، لأن هذه الجريمة سيسكت عليها حتى شي واحد، مثلما لن نقبل بأن يمسنا أحد أو يمس مشاعرنا أحد، لأن أول من تلس المشاعر في البلد هما الريافة، وخرجوا للشارع واستنكروا، فبالتالي لن نقبل بأن تمس مشاعر الناس الآخرين سواء كان عبر حرق العلم أو حرق الصور أو حرق، هذا فعل بذيء دنيء لا ينمو عن يعني جهل غباء أمية هؤلاء وحقد ديال هؤلاء، لأن هادو شنو باغيين يديروا؟ البداية كيبانوا ويقولوا احنا ندافع، غايتهم في ذلك ماذا؟ غايتهم في ذلك ياخذوا الشرعية، وكنت أحذر منهم وكنت كنخرج رسائل وكنقول حضروا راسكم من الخونة وهكذا شكونهم وهكذا هما كانوا باغيين استنالة القلوب، ولكن الحمد لله انفضح كل شيء وانكشفت حقيقته، لذلك أيها الإخوان والأخوات أستسمحكم إن عطلت عليكم، ولكنني مرغم لأنني نرد حتى أقطع الطريق على ممتهن النضال وعلى الخزماشوقية، سواء الخزماشوقيون القدامى الخزماشوقيون الجدادة أو حمالة الحطب اللي بانت مؤخرا حمالة الحطب من الخونة،
هادو كيذكروني بحال دوك الكلاب اللي كيخرجوا من 12 الليل الفوق وتجروهم الكلبه، والكلبه معروفه شكون هي، تجرهم الكلبه ولكن لا يقدمون شيئا، ينبحون فما ضر النباح. حراكنا المجيد، حراكنا مؤسس على مطالب اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه، ونحن اهل حوار، ومن يبتغي الحوار يعرفنا جيدا اين نتواجد، ولكن لن نقبل بالمساومه، لن نقبل بالخيانه، لن نقبل بان نخضع لاي اوامر احد، لاننا نحن ابناء هذا الوطن، فالوطن ان لم ندافع عنه كالرجال سنبكي عليه كالاطفال. حياكم الله جميعا يا اخواني ويا اخواتي في كل ربوع الوطن، حياكم الله يا ابناء وبنات الريف الدياسبورا المهجرين قسرا، حياكم الله يا ابناء وبنات الريف في الريف داخل الوطن وخارجه جميعا، احييكم، احيي الاطفال، احيي النساء، احيي الشباب، احيي المراه الريفيه. ما اعظمك ايتها المراه وما اجملك ايتها الشريفات الكريمات العفيفات، احييكن لانكن انجبتن لنا صناديدا رجالا ونساء، ها هما اليوم يؤدون ضريبتهم حبا لهذا الوطن، حبا لريفه، وحبا لكم. انا لولا الحب ديالي لكم انتوما ما نخرجش للشارع نتكلم، لولا العشق ديالي لكم انتوما ايها الحرائض والحرائض، سواء كانوا من ابناء الريف او غير ابناء الريف، لانه كان امن بان من يرى الظلم امامه لا يحتج فهو انسان ميت، انسان ميت. لذلك لما خرجت يوم مقتل الشهيد محسن فيك رحمة الله تعالى عليه، وأسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويتغمد جميع الشهداء، خرجت لأقول لا للظلم، لأن ما وقع في حق هؤلاء سواء كان محسن فكري، عبد الحفيظ الحتاز، عماد العتابي، كريم الشخري، فينو كمال الحساني، أم الفتيحة، وحياة، حياة عباد الله، حياة تزعو منها الحياة برصاصة غاترة كانت تبحث لنفسها عن كرامة لا حول ولا قوة إلا بالله. ونساؤنا اللواتي يعانين على الحدود، نساؤنا اللواتي يعانون على الحدود. تخيل معي لو أن هذه الثروات التي في بلاد توزع وتعطى لكل ذي حق حقه، لن نرى نساءنا على أبواب الحدود، ولن نرى شبابنا وشاباتنا يغادرون وطنهم. كل هؤلاء المهجرين لو كان لهم وطن يحميهم، لو كانت الدولة تحترم الحقوق لعادوا كل إلى هذه الأرض. لا بد لي كذلك أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي أننا ننبذ ونرفض ولن نقبل لأي جهة مهما كانت أن تستغل معاناتنا أو تركب على مآسينا، فنحيي بالمقابل كل المتضامنين معنا والذين تحملوا مسؤولية من أجل أن يدافعونا من منطلق إيمانهم ببراءتنا ومن منطلق مصلحة الوطن. وهنا لا بد لي كذلك أن أوجه العتاب، كل العتاب، إلى بعض الذين يظلون يصفون حساباتهم الضيقة على ظهورنا ونحن نبرأ منهم إلى الله تعالى، أو من يسارعون إلى المنصات. حراك الريف لن يقبل أن تكون هناك صراعات تستغل لتصفية الحسابات من طرف بعض الأشخاص الذين كل همهم الشهرة والزعامة الكرتونية. لن أفضل أي أحد على أحد إلا بمدى تأدية واجبه تجاه القضية، تجاه الوطن، تجاه ريفنا. فكل من يسعى يصفي حساباته أو يسارع إلى المنصات أو يستغل الميصات من أجل تصفية الحسابات فإنني أبرأ إلى الله منه. وأخص بالذكر هنا بعض الأشخاص الذين ما فتئوهم يظهرون عبر الميصات في مواضيع تافهة، مواضيع لا ترقى إلى مستوى تطلعات الناس، كيفما كان يريد أن يكون هذا الشخص. لذلك أنا كنقول أو كررنا نعودها، اي واحد كيجبد ناس بزاف على مولى ولا المعتقلين، خصوصا المعتقلين ديال راس الماء، طبعا اخواننا المعتقلين في السجون الاخرين غير يكون لهم موقف ان شاء الله تا هما،
ما غنسمحش لشي واحد يصفي الحسابات ديالو بذكر الاسم ديالي وبحركة الرنك. تحملوا مسؤوليتكم، تحملوا مسؤوليتكم. من له صراع مع الاخر اللي عنده شي صراع مع شي جهه اخرى يمشي يصفيها فشي بلاصه اخرى، ما يصفيهاش علينا حنايا، على دورنا حنايا. ومرحبا بالضيفات الهادفه، الضيفات التي تعلم الناس وتشرح للناس وتفقه الناس في امور يستفيد منها الناس. لا اجري انا المنصات والمنصات يبغى يخسر يطلع المنصات ويخسر يتكلم، راه بغيتي تقنع الناس دير اللايف ديالك وكن محترم، كن محترم وقنع الناس. وملي غيكون عندك مواقف اجي طبقهم على ارض الواقع باش الناس تثق فيكم. وهذا كيخرج ويسب الاخر ويخرج عليه يسب الاخر، كل هذا على ظهر معاناتنا. لن نقبل بان تستغل عائلتنا او تستغل معاناه عائلتنا من اي جهه كانت، كيف ما تريد ان تكون وكيف ما كانت مكانتها. ما تخليوناش وما تخليوناش نخرجوا اننا غادي نتحلوا لهذا المستوى هذا. انا لولا هذا التصرف ديال قيام هذا الشرذمه المنافقه الخونه من حق العالم الوطني ما كنت ليخرج بهذا الاوديو، لانني ماشي انا المعركه ديالي بين معامل. ما غاديش نبقى نخرج على التفاهات فيما كاين شي واحد حط شي حاجه ولا شي واحد انا بخل نتبع هذا الاوديو. الحمد لله كل شيء موجود فيه. ومن يسب عائلتي ويسب عائلة المعتقلين أو يخون عائلتنا، هؤلاء نحن منهم براء إلى يوم الدين. هؤلاء فيادق خونة عملاء يعملون يخدمون بأجندات معينة واضحة مكشوفة. اليوم طلعت الصورة ديالها، اليوم انكشرت هذا والحمد لله. ما فتئت أنا أولادي وأقول بأن هؤلاء مجرد حثالة، ولا زلت في حراك الريف قبل ان يتم اختطافي وتعذيبي وغيره. تبرأت منهم وقد بعثت في اوديو ونبهت لتفاهة بعض التافهين ولحماقة بعض الحمقى. اللي بغى يصفي الحسابات ديالو ما يجبدنيش انا على لسانه، اللي بغى يصفي الحسابات ديالو ما يذكرنيش على لسانه وما يستغلش المعاناة ديال شي عائلة. صلت على النبي، الرسالة ديالو واضحة مكشوفة باينة. انا ما يشرفنيش واحد يخرج عبر اللايف يصفي الحسابات ديالو ويخون عباد الله ويسب عباد الله. سيدي انا ما دارش، انا خليني نضرب الحس ديالي وانا قاد الحمد لله راجل. انا ما خرجتش الشاهد، عرفت راسي مزيان شكون انا وعرفت والدي شكون. انا سبق لي وقلت لكم بيتنا من حديد ومن بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجاره. ما تخليوناش نخوض معكم في امور نحن نعلم عليكم الكثير واشياء كثيره ايتها الخونه، وعارفين عليكم بزاف ديال الحوايج. ولكن المرحله تحتم اننا نبقاو مع من اراد منا ان يقبر منطقه الريف. اما انتم معروفين التاريخ ديالكم، معروف المعادن ديالكم. البارح كنتو كتجريو وتضربوا بالحجار سبتوا مليليا وكذا وكتعطيكم 70 درهم 80 درهم وكنشوفوا كيجروكم وشفنا التجمعات ديالكم شفناكم مزيان. كذلك الطرف الاخر اللي غيخرج باللايفات وبدا يتكرر بزاف، انا ما صندي، انا ما زعيم، انا ما امغار، ماشي الى القلب. انا مواطن بسيط اتيت من الهامش لانني رفضت الظلم والحقره. لا اريد ان يلقبني احد باي القاب. انا ما خرجت من اجل الزعامه، انا خرجت من اجل مصلحه الوطن، من اجل مصلحه الريف، من اجل مصلحه الناس اللي وضعوا فيها الثقه. كذا بالله شهيد صلاه الناس. لذلك كل واحد يتحمل مسؤوليته. اي شيء واحد خرج في اللايك ويسب الناس ويقذف الناس ويستغل معاناه الناس لا يمثلني في شيء، لا يمثلني في شيء. انما من يمثلني اولئك الذين يخرجون بلايفاتهم ويناقشون بهدوء وباحترام وبادب. واذا كان هناك من داعي للاختلاف يختلفون وفي اخر مطاف يتصافحون، ماشي دوك اللي كيخرجوا يسبوا ويشتموا كذا. هذه ماشي اخلاق الحراك وليست اخلاق الاجداد ولا اخلاق كذا. لا تحملوا مسؤوليتكم. صلاه النبي بارك من هذا الشيء، لانه انا ديما كنت دائما كنت اعبر عن مواقفي، وكان والدي ينشر فتسبونه وتشتمونه وتقدحونه وتقذفونه رغم كبر سنه ورغم المعاناه التي يعانيها. حنا في الجزافي انا ما خرجت نحط رجلي في الشارع، تعرفت مزيان والدي ديالي شكون هو وابن من. زليخه اللي هي الوالده ديالي
حفظ الله وحفظ والدي وحفظكم جميعا. طبعا الأحرار والحرائر شيخوانا لعنة الله عليهم إلى يوم الدين، هادو ما خرجت تعرفت مزيان شكون هما والدي شكون هما خوتي، رغم الإشاعات وقال الكلام الكثير وكذا وقسم العائلات. لذلك الله يجزيكم بخير، أنا ما يصفي ظهري حتى شي واحد المعاناة كيما بغى يكون هذا من هنا لغد ليه إن شاء الله إلا أحيانا الله، ماشي لغد ليه غدا يعني، من هنا للمستقبل إن اقتضى الحال راه غادي نخرج بالأسماء. والله تنخرج بالأسماء غنخليكم، والله نخليكم كتمشوا ملي كتحل على رؤوسكم يا الخوانة يا الممتهنين يا ممتهنين النضال. حياكم الله جميعا وحيا الله كل الذين يدافعوا عنا ويتضامنون معنا. شكرا لكم، حفظ الله وطننا من شر من شرور الخائنين ومن المجرمين الذين ما فتئوا وهم يسعون إلى تشتيت هذا الوطن عبر سياساتهم العنصرية وعبر أحكامهم الجائرة. فالعزة لله والعزة لله والعزة لله. حياكم الله جميعاً.